السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي ومشاهدي عالمنا عالم الزراعة الممتع. طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم هنتعرف مع بعض على نبتة كتير معروفة وموجودة في أغلب حدائق العامة، وأيضا نستخدمها كنبات زينة في حدائق منازلنا. هاي النبتة التي نراها أمامنا وهي نبات الصقلاب الشجيري. الصقلاب الشجيري هو نوع من النباتات، نوع نباتي عشبي ينتمي إلى جنس الصقلاب من الفصيلة الدفلية، موطنه الأصلي جنوب أفريقيا. هو نبات سام يمكن أن يقتل الإنسان أو الحيوان. هاي من الضروري أن نتعرف على هاي النبتة حتى لا نتأذى منها أو بالخطأ تضرنا. هاي النبتة للأسف موجودة في بعض الحدائق أو أغلب الحدائق العامة، لأنها نبات دائم الخضرة، نبات زي ما احنا شايفين شكله جميل ورائع، شكل الثمار كما نلاحظ منفوشة ولونها وشكلها جميل أيضا، تجذب خاصة الأطفال، فهي من النباتات السامة التي من الممكن أن تضر الإنسان، فيجب علينا مراعاة التعامل مع هاي النبتة بحرص. وهي نبتة كما نرى دائمة الخضرة من كنوع من أنواع الدفليات، خطيرة جدا، فيجب علينا الحذر منها، وهي من النباتات التي تتكاثر في العقل، وأيضا شكلها الرائع وتستخدم في تزيين الحدائق العامة وأيضا في حدائق المنزل. وأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة على هاي النبتة. فلا تنسوا الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر مع نبات آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.